هكذا بدت الأجواء في قصر العظم بوسط دمشق القديمة ضمن مهرجان تحيا الموسيقى الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقى بالتزامن مع الاحتفالات الدولية باليوم العالمي للموسيقى. في عدة أعمال، في عاطفة للمؤلف المايسترو عدنان فتح الله، في أغنية وطني لفيروز، في وصلت السكتش الغنائي العمل الغنائي لفيروز ونصري ووديع اللي هو المصالحة لهيئة دو شباب الكورال، واللي هن اليوم الأوركسترا دمشق ضمن نخبة ومجموعة من النخبة من الموسيقيين من خريج المعهد العالي للموسيقى ومن أعضاء الفرقة السيمفونية اللي نحن أعضاء أساسيين فيها، بالإضافة لوصلت أغنيات من بلدي، وصلت وراثية، وفي عمل غنائي رح نحن اليوم تعودنا الغناء نسمعه بالصوت، اليوم رح نسمعه بآلة الكمان من عمار يونس بأغنية ألف ليلة وليلة. ختام المهرجان اليوم رح تقدم أوركسترا دمشق بقيادة الأستاذ محمد زغلول مجموعة من الأغاني الطربية والشعبية اللي الناس متعودين عليها. اختيار البرنامج تم ليكون قريب من الجمهور، التحضيرات كانت صعبة وممتعة بنفس الوقت. هذا النوع من العيد، عيد الموسيقى، هو عيد الأم، هو عيد الوطن، عيد وطني. يعني الموسيقى قد ما حكينا عن الموسيقى هي بالنهاية وطن، هي بالنهاية تهذيب، هي النهاية تربية للإنسان، للروح، للقلب، للبسمة، للضحكة. عبر ما يقارب الساعة من الزمن قدمت أوركسترا دمشق برنامجاً موسيقياً تضمن مجموعة من الأغاني الطربية والتراثية. المهرجان استمر 5 أيام قدم فيها التراثي والطربي والكلاسيكي.